أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن إن الله لا يضيع أجر المحسنين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنت لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله
وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء على يوسف آوى إليه أبويه قال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي
صدق الله العظيم.